هل لمست تلويحا بأية مظاهرات قد تخرج لتفشل الحكومة القادمة الجديدة؟ يعني أنت تعلم بأن الشارع العراقي يريد أن يخرج عن القواعد القديمة، يكسر التوازنات القديمة ويتوصل لحكومة تلبي طموحاته لا طموحات القوى السياسية فقط. يعني أكيد الأيام الماضية كان في تلويحات وأصداءها في شبكات التواصل الاجتماعي موجودة، وبعض التصريحات والتلميحات سواء من التشرينيين أو حتى من جمهور التيار الصدري. قد يكون موضوع التظاهرات مؤجل يعني إلى ما بعد يعني تشكيل الحكومة. ممكن نتوقع للتيار الصدري أن يمارس المعارضة الشعبية، وهذا في كل في بطبيعة الحال هو واضح لدى الإطار التنسيقي، هو يدرك جيدا بأنه التيار الصدري وقواعد الجماهيرية ليست بالمعارضة الهينة، هي معارضة شعبية تكون يعني أقوى وأقسى على الحكومة وعلى البرلمان من المعارضة السياسية. هذه رسالة كلش مفهومة واضحة. أتوقع مؤجل موضوع الحراك الشعبي إلى ما بعد تشكيل الحكومة، ولكن في قضية ما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية، بكل تأكيد كما قال ضيفكم الكريم لا يمكن تشكيل الحكومة ما لم يتم اختيار رئيس الجمهورية. الآن المعادلة اختلفت، المعادلة كانت سابقا عندما كان إنقاذ وطني والتحالف الثلاثي موجود كانت الأريحية لمرشح الوطني الديمقراطي الكردستاني. الآن تبدلت الصورة تماما وأصبحت الأريحية لصالح مرشح الاتحاد الوطني. في هذه الحالة لا أعتقد للديمقراطي الكردستاني ممكن أن يصمد إلى اللحظة الأخيرة، ولكن عندما يحلل طبيعة الوضع ويصل إلى نتيجة أنه الإطار وبعض الشركاء هم مع السيد برهم صالح بكل تأكيد راح يتنازل. هو لن يكرر الديمقراطي الكردستاني هذه المرة بعد انسحاب التيار الصدري، لن يكرر تجربة 2018، لأنه يدرك جيدا أنها ذاهبة إلى مرشح الاتحاد الدكتور برهم صالح. ولذلك أتوقع هذه الخطوة هي محسومة، ينبغي أن تكون من مسؤولية الاتحاد والقوة الكبرى العددية في داخل البرلمان ولا سيما الإطار التنسيقي.